كب كيك بالقهوة. احنا عندنا كوباية زبدة، كوباية ونص دقيق، رشة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3/4 كوباية من السكر، بيضتين، نص كوباية من اللبن، ومعلقة من القهوة. معلقة القهوة هحط عليها معلقة من اللبن وادوبهم مع بعض. الدقيق هحط عليه رشة الملح، هحط عليه البيكنج باودر، الزبدة هحطها هنا، الفانيليا، البيض، هشغل واسيبهم بقى يتضربوا كويس قوي. نبتدي ننزل السكر، نقلب، نتأكد ان البيكنج باودر اختلط مع كل المقادير، وبعدين نبتدي ننزل معلقة معلقة القهوة واللبن ونحطهم، وبعدين نبتدي ايه ننزل ونعمل حسابنا انه 3/4 بس. ده شكل الكب كيك اللي بالقهوة لما هيطلع، ودي الكريم شانتيه اللي احنا